ايه الحكاية يا بنات؟ تعالي. نجيحة قالت له اذا كنت صحيح بتحبني اضرب الرقم القياسي 1500 متر. وضربوا؟ هيضربوا. الظاهر انه ناوي يتجوزها. كويس قوي يا سامح، بس لسه في ثانيتين عن الرقم العالمي. هسافر النهارده لوالدك واكلمه؟ مش النهارده. امال امتى؟ شوف يا سامح، دبله الخطوبه اللي قبلها هي كاس الجمهوريه. اعتبر الدبله في ايدك والشبكه والمهر كمان. لا، المهر 1500 جنيه؟ متر. كاس العالم في ال 1500 متر. من بكره هبتدي التمرين. الشر عليك يا بابا. بعد الشر عنك يا اخي. يا بنتي دي حاجة بسيطة واخد عليها من زمان. لكش حق يا ابراهيم تقلقها وتضرب لها ترانك وتخليها تيجي. اهي فرصة تطمن عليك وتشوف البلد اللي بقالها مدة ما شفتهاش. فيها الخير. مديحة طول عمرها حنينة. امال اخوكي ما جاش ليه؟ بيذاكر يا بابا عشان امتحان. طيب يا بنتي ما عطلكيش انت عن الجامعة بتاعتك. ابراهيم هات 100 جنيه من الخزنة. الفلوس دي توديها للشركة تمن بقية المكان عشان يشحنوها. حاضر يا بابا. قوم انت يا بنتي مع ابن عمي. طب يا بابا اشوف وشك بخير. وانت من قبل بخير يا بابا. خد بالك من نفسك. حاضر. خد بالك يا بنتي، انا جبت لك العلاج اهو، بس اهم حاجة عدم الانفعال. ما تفكرش في حاجة ابدا غير صحتك. وحياتك بسرعة يا ابراهيم. قد كده مستعجلة؟ انت عارف لازم اكون في مصر عشان الجامعة. ما تسيبك بقى من حكاية الماجستير دي. كفاية عليك البكالوريوس يا ستي. ثم اني كنت عاوزك تقعدي معانا هنا كام يوم. معلش المرة الجاية. طيب أأجل الحاجة المهمة اللي كنت هكلمك فيها لبكرة. أنا هنزل مصر بكرة عشان المكن. طب ما أنا هديلهم الفلوس هم هيشحنوا المكن على طول. يظهر ما انتش عايزة تشوفيني.
بالعكس ما تقولش كده يا ابراهيم. يبقى بكره مديحه ان شاء الله. سيداتي آنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. نتحدث إليكم من نادي هليوبلس الرياضي بمصر الجديدة، حيث تقام بطولة السباحة لهذا العام. أول حاجة النهاردة في البطولة هنشوف الباليه المائي، استعراض منه، وإحنا عارفين كلنا إن الباليه المائي في هليوبلس تحت إشراف السيدة صوفي ثروت. سباق 1500 متر سباحة حرة، لكن قبل السبق هنشوف استعراض في الغطس. كلنا عارفين ان امبارح انتهت بطولة الجمهورية في الغطس وفاز بيها الابطال عباس الجندي وابراهيم ناجي وحسن فهمي، ودول اللي هيعملوا لنا استعراض دلوقتي. بعد انتهاء استعراض الغطس يبدا الان سباق 1500 متر سباحه حره. اهميه السباق ده بتوقف عليها نتائج كبيره قوي. بطل الجمهوريه في هذا السباق سيمثلنا ان شاء الله الشهر القادم في البطوله الدوليه. يشترك في هذا السباق 8 متسابقين. حاره نمره 1 سرجاني، حاره نمره 2 علاء الدين، حاره نمره 3 حسن مروان، حاره نمره 4 احمد سامح، حاره نمره 5 عبد الحي فهمي، حارة نمرة 6 سمير مختار، حارة نمرة 7 شريف بيومي، حارة نمرة 8 كريم عبد الحي. تفتكر ايه الاخر مليح؟ خليك دلوقتي بالسبق بتاعك بس. ايه حاسس بحاجة؟ لا مفيش حاجة.
يبدا الان سباق 1500 متر. احنا عارفين طول الحمام 50 متر، حسبه بسيطه تخلينا نعرف ان السباق 30 مره طول الحمام. حكام الزمن خد مكانك. بيشد برافو سامح، جاب ال 100 متر دي في دقيقة و8 ثواني، أحسن وقته من ال 100 متر اللي فات. برافو سامح، شدة سامح. يحاول يحصل منافسه خطير حسن الذي لا زال في المقدمة. واحنا بنكرم بطلنا الكبير احمد سامح، ما نقدرش ننسى ثلاثة كان لهم فضل كبير في هذا النجاح: المدرب العالمي عبد الباقي حسنين، ومدرب النادي الزميل واصف غالي، والزميلة العزيزة مديحة عبد العال. هنشوف عطلة الجو كله يا لولا، أنا عارفة الجو جاي على إيه؟ والآن سيداتي آنساتي سادتي،
فرفشة فرفشة فرفشة. قدمني عشان ارقص لك هدية النصر. ليلى. بتفرفشك. مين؟ اللي كنت هتاكلها بعينيك وهي بترقص. لولا. ايوه لولا اللي لبستك الطوق. يا شيخة ده احنا زملاء. خلي عندك روح رياضية. وانت كمان خلي عندك روح رياضية. لما تعرف ان ابن عمي ابراهيم بيحبني وعاوز يتجوزني. علشان كده اتأخرت النهاردة؟ كنت معاه؟ بالظبط. وانا حرة. ممنوع الوقوف في التراس يا كابتن. الحفلة معمولة علشانك. أرجوك يا لولا. سيبيني دلوقتي. مني يا نالا؟ من الشقة الضيقة اللي أنا عايشة فيها. نغيرها. شقة عن مين؟ تبقى حلوة. وأنا وأنت. والهوا. بس هتتكلف. تتكلف. حبيبي أنت يا ميدو.
جنيه في ليله واحده؟ فتشيني. انا الحق عليا اللي بداري عليك، ما بقولش لبابا. ما تبقيش تداري بعد كده. وانا مالي، بكره ابراهيم جاي وهقول له كل حاجه. بتتكلمي جد؟ لا بهزر. وطبعا ما فيش مكنه لان البيل محترم سرق الفلوس. ده نكد ايه ده اللي يفوق؟ اعوذ بالله. فكوا الشده بتاعت السقف النهارده. حاضر يا باشمهندس. اهلا مدحت. اسمع بقى من غير مقدمات، انا وقعت من السما وانت استلقيتني. يا ساتر يا رب. اصل الكلام في سرك، مديحه اتسرقت الفلوس من شنطتها وهي راجعه من البلد، والفلوس دي لازم تدفع النهارده في حاجه مهمه. كتير يا مدحت؟ 150. اتاريها ما كانتش طبيعيه امبارح. مش بقول لك، المهم بقى انا قلت مفيش غير سامي هينجبنا، ده صديق العائله واخويا. بعدور عادي عليكم بالفلوس. الحمد لله. باشمهندس. نعم. لو تسمح تدهم لي في السر علشان ما تجرحهاش. طيب. لو عمي سأل عليا قول له نزل مصر عشان المكنة. حاضر. ما شاء الله، شايفاك مزقطت قوي. طبعا. المهم تفضل كده لما يجي ابراهيم. هو يعني بابا بتخوفيني بيه؟ مالك اتروشت كده؟ المفاجآت الحلوة دي، اتفضل. مبروك على البطولة يا كابتن، والله فرحت لك. لا أنا زعلان منك خالص وجاي عاجبك. لك حق. إزيك يا مديحة؟ إزيك أنت؟ تشرب قهوة؟ ولا أقول لك مديحة من فضلك اعمل لنا شاي لغاية لما آخد سامح في أوضتي نتعاتب على رواقة. اتفضل. ألف مبروك يا كابتن، والله هعمل لك حفلة. خد يا مدحت. وادي بقى الوصل. وصل إيه يا مدحت؟ عيب. فعلاً عيب، ده إحنا إخوات. يلا بينا بقى نشوف حكاية الشاي. يلا. اهلا ابراهيم. اهلا مديحه. اهلا ابراهيم. اهلا. وحشتني. تعالى معرفك، احمد سامح مهندس مباني. البطل الكبير مش كده؟ هو بعينه. اهلا وسهلا يا فندم. وحضرته ابراهيم عبد العال ابن عمي ومهندس زراعي. تشرفنا يا فندم. عن اذنكم بقى اسيبكم في الجلسه العائليه دي. الله. وشاي. ماشي. سيبه يمكن عنده تمرين في النادي. فعلا يا فندم. عن اذنكم. الف شكر يا سامح، ميرسي قوي، مع الف سلامه. ما تيجي تقعد يا ابراهيم. ابراهيم. مديحة كانت ادتلي فلوس علشان المكنة ادفعهم في الشركة بس ما لحقتش. ملوش لزوم، انا فت عليهم ودفعته وشحنت المكنة كمان. طول عمرك راجل عملي وشهم، تبقى الفلوس دي بتاعتك. الفلوس دي منين؟ الله، منك انت؟ واخدهم من سامح؟ انا ابدا والله. مسكينة كل مرة بتنسى، اصلها بتحضر للماجستير. اتفضلي جوه هفكرك. اتفضلي. عن اذنك يا ابو خليل، البيت بيتك. بقى سامح كان جاي عشان كده. ايه يعني صاحبي سلف؟ الفلوس دي لازم ترجع له. نعم انا هرجعها. ما تجيبي الفلوس، انت اتهبلتي. طب 10 5 مدحت جنيه. مديحه تاني. ليه بتستلفوا من الغريب وانا موجود؟ ولا سامح اقرب منه؟ لا ابدا، دي حاجه بسيطه مفيش داعي نتكلم فيها. ودي برضه بسيطه؟ والدك ما شافش الجورنال، لكن اهل البلد كلهم شافوه. طب فيها ايه سامح زميلي في النادي؟ لكن على الاقل دي تخليني اطلب اجابه صريحه على سؤال اللي انت عارفاه. ايوه يا روحي، طبعا انا مبسوط انك لقيتي شقه وعالنيل على طول. هايل. وفي
وفيها شوية ديكورات كمان. ها عايزين 1000 جنيه يا ميدو؟ لا بسيطة خالص. لا 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 مش ممكن الليلة يا نانا، اهو كده كلها كام يوم كده علشان. البنت دي انا بشبع عليها، دي مديحة عبد العال. بالظبط، بنت ياسين عبد العال، بقالي كتير ما شفتهاش. ما انت يا دكتور اللي ما بتجيش الا تخطيف كل شهر مرة. ده تمام. مديحة اهلا. يا ترى فاكراني ولا لا؟ طبعا الدكتور سعيد. ازيك يا مديحة؟ وازي اخوكي وبابا؟ الحمد لله ومدحت كويس، بس بابا ماله؟ السكر تعبه خالص وضغط الدم مرتفع جدا. ولا حدش يقول لي؟ ملحوقة يا دكتور. طب انا لازم ازوره، هو هنا ولا في البلد؟ في البلد، بس يمكن يجي قريب. يبقى ضروري اشوفه ان شاء الله. وادي الكارت بتاعي، اول ما يوصل تكلميني. حاضر. مش رايحه حته اوصلك؟ لا ميرسي، انا هستنى هنا شويه. فرصه سعيده. انا اللي سعيده. ممنوع قطع النجيل يا كابتن. ما دام ضحكت خد اكتب لي كلمه حلوه في الاوتوغراف بتاعي. امليك. مليك. الى ولا اقول لك فكر انت واكتب اللي يعجبك. وريني كتبت ايه. الشقاوه البريئه سلاح ذو حدين. انت خايف عليا من شقاوتي؟ تفهمي انا ولا خايف على نفسك؟ سامح. هاي دوح تعالي تسلي معانا. اتفضل. ايه دول؟ الفلوس اللي اديتهم لمدحت. انت جيتي عشان كده بس؟ دلوقتي تقدر تروح تتسلى معاها. مديحة. 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 ايه؟ اقعدي. لا. مش كل مرة اجي اكلمك تهربي مني. افندم عايز ايه؟ اقعدي. الله، انت عايز تعمل لي فرجة قدام الناس؟ نخرج من هنا خالص. ايه حكايتهم النهاردة؟ اتنين مجانين مش فاهمين الدنيا. اهو انا بقى فاهماها، مفيش في الدنيا احلى من الحب. تعرف ان احنا عقلنا صغير قوي، بنتخانق على حاجات هايفة. عندك حق، لازم نكون اعقل من كده. انا شخصيا ما بقاش يهمني من لولا. ولا انا من ابراهيم. سامح، انا قلبي حاسس ان بابا اول ما هيشوف الجورنال هيجي على طول. احسن، علشان اقابل النهارده واخطبك بكره واتجوزك بعد بكره. على فكره انا خلصت ماكيت الفيلا زغطوطه بتاعتنا. كم اوضه؟ 3 اوض نوم. 3 اوض نوم. واحده لينا واثنين للكتاكيت. ما بتقول ما عندكش حاجة، بس أنا بقول لو عملنا تحليل نطمن أكتر. لكن ليه ساعات يا دكتور بحس بألم وتقل في الحتة دي؟ فين؟ في كتفي ودراعي. هنا؟ أي
الحالة دي بتجيلك كتير؟ كان بتجيلي على فترات بعيدة، لكن من يوم ما ابتديت التمرين الجامد بتجيلي على فترات قريبة، وساعات بحس بضيق في التنفس. انت عملت رسمة قلب؟ لا. ليه؟ لا ولا حاجة، اطمن. أنا هكتب لك جواب للدكتور صادق صديقي، ده أكبر أخصائي في القلب. تعمل رسم قلب ضروري وبسرعة. لكن يا دكتور انت كشفت بالسماعه وما لقيتش حاجه. قلت لك ان السماعه ما بتبينش كل حاجه. ثم ما تتخضش كده، انا اللي عايز اطمن. عايز اشوف اذا كان التشخيص بتاعي سليم ولا لا. البس هدومك وتفضل معايا. عندك ضيق وراثي في الشريان التاجي بتاع القلب. الحقيقه انت ما كانش لازم تبذل المجهود الكبير اللي عملته في التمرين العنيف وفي السبق. ده استهلك جزء كبير جدا من الرصيد اللي عندك. لكن اللي حصل. المهم دلوقتي لازم تمتنع عن القيام باي مجهود. مفيش رياضه، مفيش انفعال، ومفيش جواز طبعا. أنا دلوقتي هكتب لك على علاج تمشي عليه بانتظام، لكن أهم من العلاج الراحة، الراحة التامة. يعني في أمل؟ قصدي ممكن أتعالج وأخف وأتجوز؟ أنا آسف إني أحرجتك بسؤالي. أنا دلوقتي فهمت. بس أرجوك يا دكتور كن صريح معايا. الأيام اللي عايشة قد إيه؟ هو مع الراحة التامة يمكن سنتين، يمكن أكتر. بس أي مجهود خطر عليك جدا. هو عايز يقابلك يا بابا.
برضه ما بيرد. شكرا. على فكرة أنا قلت لهم في البلد إن عيد ميلادك الخميس الجاي وهنعمله هناك، تقدروا تعزموا كل أصحابكم خصوصا لأني هعلن خطوبتك في نفس الليلة. حضرتك عودتني على الصراحة يا بابا، وإبراهيم بالنسبة لي زي أخ بالظبط. ما هو إذا كان سامح إنسان جاد زي ما حكيتي لي عنه ما عنديش مانع، اعزموه يوم الخميس الجاي ونتكلم هناك. لكن إذا ما اقتنعتش إبراهيم موجود. أنت عارفة يا بنتي أنا من الأبهات اللي ما يحبوش يفرضوا سلطانهم بدون وعي. أنا بحاول أبص المسألة من وجهة نظرك مع استعمال شيء من عقل أنا. إن شاء الله يا بابا متقابل سامح هتوافق وتتبسط. على الله يا بنتي. برضه ما لقيتوش ولا في البيت ولا في العماره ولا في النادي. وبعدين بس على فكره انا عزمت الشله كلها. احنا في سامح اللي مش لاقينه دلوقتي. الله، ومالك مخضوض عليه كده ليه؟ مسيرنا نلاقيه امتى اذا كنا مسافرين بكره الصبح بدري؟ اقول لك احسن حاجه نكتب له جواب ونرميه له من تحت عقب الباب. لو كنت قابلت بابا ليلتها كان 100% هيوافق. انت فين يا سامح؟ انا ليا كلام كتير معاك لما اشوفك في البلد يوم عيد ميلادي. اوعى تتاخر يا سامح، الاحسن بعدين بابا يقول انك بتلعب بيا وتحطني في مشكله كبيره يمكن تخليني اخسر بابا اللي بحبه وبحترمه قد ما بيحبني وبيخاف عليا. هستناك يا سامح. وبعدين تنسى دبلة الخطوبة بتاعتنا، فاكرها؟ ومكيدة الفيلا. هستناك هستناك. الحقيقة انت ما كانش لازم تبذل المجهود الكبير اللي عملته في التمرين العنيف وفي السبب. المهم دلوقتي لازم تمتنع عن القيام باي مجهود. مفيش رياضه، مفيش انفعال، ومفيش جواز طبعا. خد مكانك.
يلا عشان الدم بسرعة. على العموم انا هتابع تعليماتك انت وهتشوف النتيجه. بابا. ايوه يا مديحه. الاستاذ سامح. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. شكرا. ازيك يا استاذ سامح؟ اهلا دكتور. ازيك يا بطلنا؟ اتفضل اتفضل. اهلا 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 بيك. تعرف عم السامح ده كويس؟ اعرفه من النادي. ليه؟ والله انت مش غريب. مديحه عايز تتجوزه، ايه رايك فيه؟ اللي اعرفه عنه شرفه كراجل. والله انا شايفه معقول، لكن ده قاعد يتكلم معايا نص ساعه ما طلبهاش مني. مش معقول انا اللي اكلمه وانا اللي اقول له من فضلك تعالى اتجوز بنتي. طبعا مش معقول. أنا مش عارف أعمل إيه. إبراهيم ابن عمها عاوز مني رد الليلة، وهي بتفضل سامح، وهو ما طلبهاش مني. تحب أكلمه بنفسي؟ والله ما عنديش مانع. ويا ريتك تخلصنا منه وأعمل خطوبتها على إبراهيم وننتهي. حبايبي القلب بالفرحة وبراحة القلب، عقبالكوا يا حبايبي القلب بالفرحة وبراحة القلب، على نخليتين على نخليتين في العناني. مخضر على مفرش ورد ودموع ساقية بعرق العافية بتسقي شفايف الكل موارد، وبشاير عيد جت في المواعيد من بعد ما قالت عدولي وعرايس الشوق نزلوا من فوق تحت العنباية وشاولولي عايزين كردان ياسمين ورحان وعليك عنقود حلق يولي عايزين كردان ياسمين ورحان وعليك عنقود حلق يولي والنخليتين سوا سوا من كتر بلحهم مستوى شايلين مراوح في الهوى بيرطبوا نار الهوى على نخليتين على نخليتين في العلاني. طبلة والناي الحر وشفايف اللي تمد العمر ما تغني عصفور الليل خلينا نقول لعينا ليل.
طول لما القدر يرميه ما بين حبايب ملوش غيرهم أمل يحيي وجرح ظالم ظالم عنيد عنيد يا مصبرين الحياة ردوا على جرحي لو عد بحر المرارة هل تضمنوا فرحي ردت من القلب آخر شمعة قايدة فيه قلبك جريح القدر قلبك جريح القدر هتجيب له مين يشفيه مين يشفيه مين ده لوح إزاز وانكسر ده لوح إزاز وانكسر وده مين حيرضى بيه يا طول عذاب يا طول عذاب الوفي بابا ما جابليش سيرة الخطوبة، أنت ما كلمتوش ولا إيه؟ متهيألي إنك جيت هنا بس عشان توري الناس إني بقرب لك وأنت بتبعد عني. مالك يا سامح بتفكر في إيه؟ على العموم لما تحس انك عاوز تتكلم انا هناك. سامح واقف لوحدك ليه وعايز نعمل ايه؟ تيجي تقعد معانا؟ دكتور سعيد قلت حاجه لابوها؟ لا انا دكتور. سامر عملت ايه مع مديحة؟ هتخطبها؟ امال جيت ليه؟ ما قدرتش امنع نفسي كنت لازم اشوفها قبل ما اسافر. تسافر؟ تسافر فين؟ في اي حته اي حته بعيد عن الناس وانت عارف طبعا انه حياتي هتنتهي في السفريه. طب مش احسن تصارحها بالحقيقه بدل ما تسيبها تتعذب؟ عايزني اقول لها اني عندي قلب اني مش عايش اكتر من سنتين. لو واحده غير مديحه يمكن كنت قلت لها لكن هي لو عرفت هتتمسك بالجواز. دكتور سعيد
لو انت مطلع كنت تجوزها؟ يا ريتها تنساني، يا ريتها حتى تكرهني. كل سنة وانت طيبة يا مديحة. تعال دكتور سعيد، تعال شوف البطل الرياضي العظيم اللي بتقولي عليه، المجرم اللي كان جاي علشان يسرق فلوسي من الخزنة. سامح؟ ما هو لما قعد معايا النهارده أتاريه كان بيعاين ويرسم الخطة لسرقة الخزنة. شافني أنا بحط المفاتيح في المكتب وانتهز فلوس الزيت اللي بره وجي علشان يسرق الخزنة. لولا مدحت ظبطه في اخر لحظه. سامح؟ مش معقول سامح يعمل كده. انا شفت الفلوس في ايديه بعينيا. سامح ساكت ليه؟ اتكلم، دافع عن نفسك. ما قلت لك تخلصنا منه عشان قلبي كان حاسس. تيجي مديحة تتفرج على الحرامي اللي كانت عايزه تتجوزه. يا سيد عبد العال لازم تعرف، لازم كلهم يعرفوا. مديحة مديحة، مفيش داعي يا سيد عبد العال. انت ليه مش عايز تيجي؟ ليه مش عايزهم يسمعوا؟ صدقني مفيش لزوم من الفضايح. انت بتدافع عن واحد مجرم غشاش. ايه يا بابا؟ حرامي. البطل اللي حضرتك عايزه تتجوزيه حرامي. كذب، لا يمكن سامح يكون حرامي. اسأليه، اسأليه كان بيعمل ايه ساعة ما ظبطه مدحت. اسأليه ليه اعترف بلسانه انه حرامي. ساكت ليه يا سامح؟ اتكلم، كدبهم، قول اي حاجه. انا اسف يا مديحة، ابوك عنده حق، انا اللي سرقت. انت كداب، كداب. مدحت ايه الحكايه؟ سيبيني انا اتصرف. تعال انا اديني المركز وبعدين معاك يا دكتور سعيد. ارجوك اخرج من بيتي. ثانيه واحده، برضو علشان خاطر بنتك ما يصحش يخرج دلوقتي. الناس اللي بره ياخدوا خبر، بكره هيمشي معاهم. ارجوك ممنوع السفر لوحدك يا كابتن. صدق ان سامح يسرق. انا ما اعتقدش ابدا انه يعمل حاجه زي دي، بس من رايي انكم تسافروا دلوقتي حالا. طب يلا بينا يا جماعه.
مديحة. هو سامح فين؟ سامح فضل انه يسافر قبل ما يصحى. الله، طب ما قاليش ليه؟ تقابلتيه بعدها؟ انا حاولت اكلمه بالليل، قال لي ناجل الكلام للصبح. انا مش عارفه بيعمل معايا كده ليه. مدحت، انت اللي سرقت الفلوس. لا مش انا. كذاب. الله، مش هو اعترف قدامك؟ انا متاكده ان سامح عمل كده عشان يداري موقفك قدام بابا كده ولا لا؟ لا. طب انا هقول لبابا. مديحه، بتبيع اخوكي عشان واحد حرامي؟ خلاص بس مديحه، ما تنسيش ان والدك تعبان واي صدمه هتقضي عليه. وانا وسامح. بنتي وسامح، انتوا تنسوا الموضوع ده. تقصد ايه بس؟ اقصد انك تفضلي جنب ابوكي اخوكي وابن عمي. انا مش عارفه اقول لكم عايزين تفرقوا بينا ليه؟ مش قادره افهم، مش قادره افهم. شكرا يا ولولا، خلي عربيت معاكي. أنا هازمة نفسي على الفطار عندك. الكلام اللي قلته في الجنينه. مش عايز اقابلها. قلت لك ما اقدرش، ما اقدرش. خليها تشوفنا مع بعض في بيتك. بس انت دوحة.
مش هنا. لك انت سفر؟ اصلك مش عارفه ايه اللي حصل. هو انا طلبت عزبه؟ ده انا طلبت 1000 جنيه. وانا طالب كاس ويسكي. الخيبه الثقيله بالصودا طبعا. قول تشرب قهوه ساده على الشقه اللي هتروح مني. واربع حته تلج وحياتك. انت بعد الغيبه الطويله دي جاي عشان تفرسني؟ بعد الشر يا روحي. ولا جاي علشان تقولي شوفي لك راجل تاني يصرف عليكي؟ هلبك اهو. وانا اللي كنت قال ايه فاكره اني عرفت راجل. وشرفك. خمس رجاله فوق بعض. حبيبي. لا. اخس عليك هاتهم. من غير تحيه؟ حالا اجيب لك الولد. بقول تحيه بس على قعدته. فين مدحت؟ قال هو مش في البلد. يعني هربان المجرم. عامل حاجه يا بابا؟ اديته 1000 جنيه حطهم في البنك فحضرته بدل ما يودعهم بعث الجواب ده لابراهيم. وان كنت صحيح ابن عمي وبتحبني حط 1000 جنيه بدالهم من عندك قبل ما بابا يقفش الحكايه وتبقى مصيبه. ما انا برضه سهلت لك الماموريه علشان تتجوز مديحه. عارف ليه؟ اصل انا بيني وبينك اللي كنت حاطش الالف جنيه من الخزنه اللي لياها لولا سامح جه وقفشني وعمل شهم بدون مناسبه ولا قالش الحقيقه. خد شنطه وسافر من 3 ايام. متشكر. يلا بينا على النادي بتاعكم. المرمزيل صاحبته كانت وياه مش كده؟ ايوه يا فندم مشي سوا. يعني لازم نروح النادي يا بابا؟ طبعا على الاقل ابراه قدام اخوانه اللي حب يحمي شرف ابني قدامهم. يا جماعه انا بكرر اعتذاري قدامكم واسف جدا اني مش لاقي الاستاذ سامح علشان اعتذر بنفسي واشكره. مديحه. ايوه. مديحه سامح لازم يجي عشان السبق بكره. وايه الفايده؟ انت مش بتقول ان الاتحاد شطب اسمه لانه ما حضرش التمرين؟ اقدم التماس حالا عشان يعيدوا النظر في القرار. تفتكر هيوافقوا يا عبد الباقي؟ هفهمهم انه ما كانش قادر يواجه الناس عشان الالف جنيه. وهم عرفوا الحقيقه من والدك وهيقدروا نبل اخلاق سامح. المهم نلاقيه الليله باي طريقه. مديح اقدر اطلب منك خدمه؟ قوي قوي اتفضلي. لو سمحتي توصلي ده لسامح. الظرف مفتوح بس ابقي في ليه قبل ما تتجوله. ممنوع اللعب في الرمل يا كابتن. ايه اللي رجعك؟ قول لي قبل، انت ايه اللي شادد عينيك الناحيه دي؟ حب جديد؟
الهرم. الموت. الخلود. خد يا سامح. من مديحة. أنا غيرت رأيي، عايزك ترجع لها. عشان أتمتع كم يوم. الأيام مش بعدد، الأيام تتحسب بالسعادة اللي فيها، وأنت حتكون سعيد مع مديحة. ويل هتكون سعيدة. خايف عليها لا تتعذب. مع السلامة لولا. رجع للوحدة، للفراغ، للأفكار السوداء اللي عشتها امبارح وأول وأول واللي هتعيشها بكرة وبعده وبعده. وعايزاني أعمل إيه؟ وأنا شايل الموت هنا. سامح. سامح. سيبني أعلمك إزاي تنساه. وهنبتدي من دلوقتي ونعيش كل دقيقة من عمرنا. وإيه اللي يخليكي تضيعي وقتك مع واحد زيي؟ تغيرتني يا سامح. خليتني أكتشف إن الإنسان لازم يدي قبل ما ياخد. وأنت دلوقتي لازم تاخد، ما تديش يا سامح. متأسف يا لولا، اعذري.
انا مش بعتلك الجواب ده يا سامح عشان تقابلني او تقابل بابا. انت اخترت وانا بتمنى لك من قلبي انك تبقى سعيد. لكن يا سامح كفاية اني اتحرمت منك، ما تحرمنيش كمان وتحرم نفسك من المجد والمستقبل اللي كانوا عايشين في احلامي واحلامك. لجنة الاتحاد الدولي هتجتمع الليلة مخصوصة علشانك، وانا متأكدة انهم هيقبلوا انك تشترك بكرة في السبق الدولي. ضروري يا سامح تتصل بعبد الباقي في النادي او تبعت لي كلمة تطمني عشان هتفلك بكرة من قلبي مع الملايين اللي هيهتفوا لك وانت بترفع راية بلدنا. لولا لولا سامية في الشارع لحد دلوقتي. سامح اداك الرد؟ ولا قالكيش حاجة تقوليها لي؟ لا. ولا كلم عبد الباقي في التليفون؟ هتكلمه ليه؟ عشان السبق بكرة؟ انت كنت بعتها له عشان كده؟ يعني حضرتك ما قريتيش الجواب؟ مديحة سامح ما يقدرش يعمل أي مجهود، سامعاني؟ طبعا البركة فيكي. تسمحي؟ مديحة افهمي بقى، سامح عنده القلب. انت كدابة كدابة. دكتور سعيد مش هيكتب عليك. ما هو ما كانش ممكن اقولك ولا اقول لأي مخلوق يا مديحة بحكم مهنتي، ثم دي كمان كانت رغبته. أنا السبب أنا اللي كنت بدفعه للتمرين، كان نفسي أشوف سامح أعظم بطل. ما تظلميش نفسك يا مريم. كنتش أعرف. ما تظلميش نفسك، خليكي هادية. المرض اللي عنده يا بنتي وراثي. أنا اللي قصدت الأيام اللي كان هيعيشها، أنا اللي قربته من الموت. أنت كنت منين تعرفي إن التمرين هيتعبه؟ بالعكس ده أنت. أنا السبب. عايزني ابعد عنه في اخر ايامه. مديحة ما عندكوش قلب. الموت، الخلود، هنفذ وعدي يا مديحة، هنفذ وعدي. طب اسمع بقى، لجنة الاتحاد وافقت بالعافية. 8 صباحا هكون في النادي. مديحة سامح دلوقتي محتاج لابتسامتك مش لدموعك. يلا مش هتدخلي معايا قبل ما تعرفي السر؟ كان ليا مطرح، لكن دلوقت مين؟ انا مديحة. سامح Thank you.
انا متاسف، ما كانش لازم ابعت لك جواب. طبعا انت دلوقتي بتحب واحده غيري. ايوه. يبقى لازم ابعد عنك. ايوه. وانساك زي ما نسيتني. ايوه. وما يبقاش في سامح وفي ابراهيم. ايوه مديحه. مديحه، ابراهيم ابن عمك وبيحبك وهيعيش جنبك على طول، طول العمر، طول العمر. لازم تتجوزي يا مديحه. ولو عرفت ان عنده قلب وان الدكتور قال له ان جايز ما يعيش اكتر من سنتين وان جايزه في ايده في اي لحظه، اسيبه ادور على واحد غيره، انسى الانسان الوحيد اللي حبيته طول عمري. مديح سامح، انا بحبك وانت بتحبني وهنتجوز سنتين، اي لحظه عايشه معاك تساوي العمر كله. ارجوك يا مديح، انت تعودتي على سامح البطل العمر من هزم، لكن دلوقتي سامح. انا ما حبيتش البطل، انا ما حبيتش الا سامح، سامح الانسان اللي حبيته وهفضل طول عمري احبه. طب ناجي الكلام ده، بس مش هنأجل جوازنا. هتكلمي مين؟ هكلم بابا في البلد لانه رجع النهارده الظهر. كلميه بكره الصبح يا مديحه، وبكره بعد الظهر هقدم لك المهر. مش قادر. انت كلمت عبد الباقي؟ واكلمه ليه؟ ما تيجي معايا؟ ما قلت لك مضطر ابات هنا، لازم اسلم الشاليه لاصحابه. السباق الدولي لسباق 1500 متر سباحة حرة الذي يقام بنادي هليوبلس الرياضي بالقاهرة. يتقدم المتسابقين الآن في الحارة نمرة واحد، في المركز الأول روبرتو ممثل إيطاليا، في الحارة نمرة ثلاثة ميرسيرو، في الحارة نمرة خمسة ألمانيا، وفي الحارة نمرة أربعة ممثل الجمهورية العربية المتحدة أحمد سامح بطل الجمهورية العربية وصاحب الرقم القياسي المحلي وترتيبه الرابع. روبرتو لازال الاول، الثاني بلادي، سامح في المركز الثاني بيشد بيحاول يعوم بسرعه عايز يقترب من المركز الثاني. كويس، برافو سامح.
شايف سامح واقف واستند على الحيط عند مكان الدوران. الله، السباحين متاخرين سبقوه وطلعوا منه. مش ممكن، مش معقول. ليه كده توقف يا سامح؟ ليه؟ ليه يا سامح؟ قوم! قوم يا سامح!